دعاء لمن في الله نحبهم: أسأل الله أن ييسر لكم كل عسير، وأن يبعد عنكم كل شر وخطر وسوء وضرر. اللهم إني أستودعك كل حبيب في الله وكل من يسمع هذا المقطع، فأنت لا تضيع عندك الودائع، فاللهم وفقه واستره واحفظه وأطل عمره بالطاعات والخيرات. اللهم اجعل حياته من سعادة إلى سعادة. اللهم ارزقه أجمل ما يتمنى وأكثر مما يتوقع وأفضل مما يدعو، وأسعد قلبه. اللهم لا تشغله بخلقك واشغله بإصلاح نفسه. اللهم اصرف عنه كل مرض، ولا تشقيه بولد، ولا تسلط عليه أحد، ونجه من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم دبر أموره وأصلح أحواله، واجعل له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل داء دواء، ومن كل مرض شفاء، ومن كل بلاء عافية. واشف مرضاه، وارحم موتاه، وعاف مبتلاه. اللهم آمين يا أرحم الراحمين.